طب وليه يا رؤى يعني دي اول بطوله يعني قويه بقى، خلينا نقول لسه الدوري في اوله، دي اول موسم ليكي مع الاهلي، انت كنت قادمه من جزيره الورد برضه بوضح للساده المشاهدين، ودخلت على الجد على طول واتحطيتي في مواقف صعبه. طب انت شايفه اصعب مباراه لعبناها، هل كان قبل النهائي مع جزيره الورد فريقك القديم، ولا كان مع الفاينل مع الاهلي البحريني؟ شايفه ان الفاينل كان اصعب ماتشات، عشان زي ما نادين قالت كان معاهم برنادات محترفه يعني من توب 20، فاحنا نازلين شويه في ممكن هي تكسب ماتشين او كده، فشايفه ده كان ماتش صعب قوي يعني، بس الحمد لله قدرنا نكسب في الاخر. طب قولي لي يعني اصعبهم كان انهي ماتش؟ يعني هنا لعبت في الاخر انا عارف، بس خلينا ناخد الماتشات الخمسه، مين ابتدى وايه يعني، عشان برضو نعيش الساده المشاهدين في الاثاره اللي حصلت. اول ماتش كانت هنا وبرنادت، بس هنا لعبت كويس قوي وخسرت 3-1، كان ماتش جامد قوي. بعدين دينا كسبت مريم العالي دي 3-0، عملت ماتش جامد قوي، بقينا 1-1. بعدين انا بقى نزلت الماتش الثالث مع بنت، يعني البنت الثالثه عندهم من الهند، بس يعني الحمد لله قدرت برضه اكسب 3-0 من الهند. محترفه برضه، هي بحرانيه هنديه بس عايشه بس تعتبر برضه محترفه ثالثه. محترفه بالظبط. عملت ايه في الماتش؟ الحمد لله كسبت 3-0 يعني. 3-0 يعني مش 3-2 ولا 3-0، ما شاء الله. تمام، دخلنا على الجيم الرابع. بعدين بقى دينا نزلت مع برنادت، بس للاسف برضو خسرنا الماتش، بس لعبت ماتش جامد قوي. بين 2-2. بعدين هنا بقى الحمد لله كسبت مريم العالي دي 3-0. 3-0 الحمد لله. يمكن المباراه كانت يعني الدنيا رايحه وجايه، وكمان ما اتحسمتش الا في اخر جيم، يعني ما خدناش، لعبنا خمس مباريات، وده يدل برضه على الصعوبه يعني. يعني طب جزيره الورد الدنيا كانت ماشيه ازاي؟ انت يعني شايفه الموضوع كان الحمد لله في تفوق، ولا كنا ممكن نروح لجيم رابع او خامس؟ ماتش جزيره الورد كسبنا 3-1. 3-1؟ 3-1. بس هو اكيد كان ماتش صعب، انا ما لعبتش الماتش ده، بس يعني هو كان ماتش اكيد رخم، بس كنا جزيره الورد احنا كنا تاني الدوري يعني بعد الاهلي السنه اللي فاتت. في منافسه؟ كان اكيد ماتش صعب طبعا. في منافسه. بالظبط.